انا جاي خصيصا للذيب هذا للمنطقه هذه. حيوان اسطوري يس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد مع ريدد اونلاين. وبالمقطع هذا راح نبيع كتاب كامل لعينات الطبيعه وناخذ عليها 1000 اكس بي و140 دولار. قبل ما نبدا لا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا نبدا. جتني نصائح كثيرة بخصوص العينات لوظيفة الطبيعة، وخصوصا شايفين المسكينة محشورة، وخصوصا الكتاب. قاعد يقولوا لي بيع الكتاب، قاعد يقولوا لي بيع الكتاب. تعال تعال عينات، تعال. لا 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 عادي 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 عادي، بحاول اني اخدرهم. نبدا نخدرهم ناخذ عينات. ف النصائح قالوا لي شنو؟ تجمع العينات كاملة علشان تاخذ كتاب، والكتاب يعطيني 1000 اكس بي. ايوه هذا واحد. وين الثاني؟ تا 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 تا، وين اخوك؟ خلني الحين تا 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 تا. ناخذ من عينة. فجتني نصائح كثيرة خصوصا الدبل. فشنو يصير؟ يعني نجمع كتاب كامل، يعني نجمع تقريبا 12 حيوان تكرمون علشان نحصل الكتاب. بس خلونا نحرر المسكينة هذه، لأن واضح عليها كانت بتكون شاورما. بس خلاص يلا روحي. نضغط ال1 بعدين ار1، نروح الكتاب هذا. هو في عينات كثيره في كتب، مثلا انا شفت هذا الكتاب مناسب، هذا ممكن اقدر اجيبه. نجمع جميع العينات هذه، بعدها نبيعهم على هارت لوظيفه الطبيعه، بعدين نرجع للكتاب ونبيعه كامل. راح يكون عندي 1000 اكس بي على الكتاب الواحد. فان شاء الله نحاول بجمع عينات لحد ما تقول بس. ونجي لمعلومة ثانية، شلون تشيل 10 عينات؟ انت اول ما تبدأ في وظيفة الطبيعة يكون عندك بس 5، ما تقدر تشيل 10. فماني متأكد والله، بس هو يا وظيفة الطبيعة يا وظيفة الكوليكتر او وظيفة التاجر، توصلها ليفل معين بعدها تقدر تشيل 10 عينات. هذا اللي اذكره، بس والله ماني متأكد. بس اقرب شيء، اقرب شيء ممكن تكون الكوليكتر، واذا خطأت من تصححوا لي في الكومنت. فاليوم يا اصدقاء راح اليوم نجمع عينات، راح يكون شيء ممل انه راح يكون عينات كثيره. هذا غير اللي عندي بالمقطع اللي طاف، جبت عينات الحيوانات الاسطوريه بس والله ناسيهم. خلني اتاكد شنو. لا ما خذيتهم تصدقون، كلهم بعتهم. الدب بعته والماعز بعته. اي والله تصدقون نسيت. عموما خل نروح للبلاك ووتر، من المناطق اللي احبها صراحه. نروح هناك نجمع عينات. تعال تعال تعال، هذا ناخذ من عينه ولا ما يصير؟ اي والله يصير. بس بس وقف حبيبي، وقف حبيبي، وقف 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 وقف. ستوب 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 ستوب. حلو، توقعت راح يروح للبحيرة. حلو حلو. فأنا شنو قلت؟ قلت وظيفة الطبيعة من الوظائف الصعبة، حتى كتابها صعب ترى، يعني لازم تفتر وتروح تجمع الحيوانات تعرف أماكنهم وين. فأنا ما راح اتعب نفسي وادور اماكنهم وين، انا بصيد عشوائي. كل منطقة بصيد فيها حيوانات ونشوف عاد شنو يطلع معانا بالنهاية. يطلع معانا كتاب، كتابين، الله العالم. فخلونا نصيد كل شيء منه. سلاحي سلاحي مو نظيف.
متعة الصيد صح؟ حيل متعة. خلونا ننظف ال السلاح بس. والله ما هو متوسخ صراحة، بس ليش ما يخدرهم بسرعة؟ ممكن لأنهم بعاد شوي. معقولة؟ طبعا راح نسحب على المهام الجانبية، في مهمة هناك اتوقع مونشاين راح نسحب عليه، مو فاضيين له، لأن اليوم هذا يوم الطبيعة. مثل ما انتم شايفين الجو خضار، يعني طبيعة في طبيعة. بس هذه المنطقة اتوقع انها بأمريكا. روح الشقراء روز. ها الحين جمعنا من القزال، نشوف لنا حيوانات صغار، نشوف لنا حية. فمثل ما قلت العينات متعبة شوي. نروح لهذاك راح يتخدر اول. حلو حلو، ناخذ الحين العينة هذه، بعدها بروح للحيوانات الكبار اللي هناك، اللي اتوقع شنو اسمهم؟ الدايسون اسمه، ممكن الدايسون اتوقع. بعدها راح نرجع وين؟ راح نرجع لل التمبل ويد، وبعدين راح نروح ل نيو هانوفر، طبعا منطقتي المفضله. حلو، يلا يلا يلا، صح صح صح. حلو الحين نروح، انا في مكان هني لازم اجيه، فيه تكرمون الخنزير الاسطوري وفيه حيوانات كثيره. بس انا شنو ابي؟ انا ابي الحيوانات الكبيره هذه، هذول اللي شايفينهم. ما شاء الله ما شاء الله، خير. ايزي، بعد بعد واحد بعد واحد. بعد واحد بعد واحد بعد واحد. طماع ها؟ حلو، يلا يلا ارجع 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 ارجع. ناخذهم بسرعة. وبعدها نغير المكان او نتقدم شوية، نتقدم حبة بعد. هذا واحد، بس اتمنى ما يختفون. لان واقعية الاونلاين مو مثل واقعية القصة. القصة ممكن انك تقتل حيوان تجي بعد فترة تلقاه متحلل، بس الاونلاين لا. شوفوا اختفوا، مع العلم اني انا متأكد اني خدرتهم، ولا راحوا بعدوا ما ادري عنهم. شلون متاكد اني خدرتهم بس اختفوا؟ فالاونلاين مو نفس واقعيه القصه، القصه لا تلقاه متخدر ومتحلل. هذا واحد، تعال تعال ابو قرون، هذا نبيه. هذا الايل اتوقع اسمه الايل، قزال الايل. ايزي، حلو. هذا من الحيوانات الحلوة سكناتهم صراحة، إذا حصلت واحد أسطوري راح يكون شيء حلو. قرونه حلوة، شايفين الجمال؟ المنطقة هذه إذا ما خاب ظني هي منطقة الخنزير الأسطوري. يجيك يضربك براسه، يضربك براسه. حلو،
شايفين كورونا؟ في واحد منا اسود مصيبه سكنه مصيبه سكنه شيء من الخيال تحفه على قولتهم ارنوبي ريبت شوف الصغرة ما يبين شوف شوف وين شوفوا حلو فالأمانة ما همني الحيوان الأسطوري احنا نبي العينات لأن كتاب الحيوانات الأسطورية في خان لحالهم أما الحيوانات العادية لا يكونون في خانة ثانية فهمت شلون؟ يعني كل منطقة لها حيوانات معينة هذا ما خلص لهم عينة نبي اخو نبي اخو نبي اخو اخو وين انا اسف دي كانت غلطتي انا اساسا ما احب مكان فيه شجر ناخذ عينة انيمال بس ليش مو كاتبين اسمه الله مطر طبعا ما راح اصور كل العينات اكيد راح اسوي كات لبعضهم بس قاعد اعطيكم يعني مثل ما تقولون رؤوس اغلام عشان ما يكون المقطع حيل اوفر شنو؟ هذا ما لهم عينات هذولي، هذول ما لهم عينات. التركي. خلونا ننزل تحت. المنطقة هذه فيها حيوانات بعد مختلفة، تعرفون لأن كل مكان له حيوانات معينة. والله كأنه هني الخنزير الأسطوري تصدقون. واتمنى اللي متاكد شنو هي الوظيفه اللي تزيد العينات يكتب لي بالكومنت على اتوقع هي معروفه يا انها الطبيعه يا انا سوري الوظيفه التاجر او الكوليكتر بس ماني متاكد اي وحده فيهم بالضبط بس اقرب مالها الكوليكتر خلنا ناخذ من هذولي هذا مزعج الحيوان هذا سريع سريع والله سريع شوف 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 سريع جدا يعني هذا بالحبل ما تقدر تصيده بالحبل صعبة تصيده صعبة نروح للثاني يلا 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 يا نانسي يلا يا نانسي لا السنجاب ما يصير في حيوانات تأكدت انه ما يصير صعب انك تاخذ لهم لان ما يصير لهم عينات بس ليش ما ادري يعني السنجاب صغير بس ما يصير بس في بعضهم كأنه فار كبير اقدر اخذ منه عينه بس السنجاب ما يصير ليش ما ادري اللي هم وجهة نظر غيرنا المكان لان المنطقة هذيك كان فيها بس نوع واحد من الغزلان شوف هذولي فما بيهم يختفون ما بيهم يختفون عشان ما يروحون علي نفس ما راحوا الحيوانات اللي تو اللي في البلاك ووتر ارجعي 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 لا تضيعون ارجعي في مكان محيطي معين ما تقدر تتعداه عشان ما تروح عليك العينه
هذا يسمونه خروف الصحراء، الديزرت شيب. او صحراء معينة، هو اكيد حق الصحراء يعني طبيعي، يعني تخيل خروف بالبحر. بس شنو المشكلة؟ ان حق اماكن معينة مثل الخروف العربي الاسترالي. هني تقريبا اغلب شيء يكون سحالي، السحالي نفس الضب، الضب الامريكي والسحلية والحياية، فراح يكون صيتهم صعب شوي، لازم تكون يعني تتمشى في روقان على قولتهم. شايفين الضب؟ شايفين الضب الأمريكي؟ تعال تعال، الحين لقينا الضب الأمريكي. تدري شو عرفته؟ من صوته، والله من صوته، لو ما طلع صوت كأنه هوا ما حسيت فيه، كأنه يعلم على نفسه، كأنه يقول أنا هني. يلا روح روح، كمل كمل. لحد الآن جمعت عينات طيبة مع العينات اللي طافت، شيء حلو شيء طيب. فالحية ما تلقاها إلا تعض الخيل، فالخيل يخاف إنه تعرف إن الحية تحتك. الحين رجعنا لليموني، ليموني من المناطق الجميلة صراحة. فنبي نشوف لنا شيء. هذا ايش فيه هذا؟ يا حليلة مو خايف. نبي نجمع الحيوانات، القوارض. القوارض اللي هم الحيوانات الصغيرة تحصلونهم بالمنطقة هذه. هني 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 شايفين البحيرات الصغيرة هذه؟ شنو هذا؟ حيوان اسطوري. ياس ياس ياس، اي والله الثعلب الاسطوري. خلنا ناخذ من عينة، بس هو اي واحد فيهم؟ هو الابيض. ها معلق معلق. لا هذا حلو، هذا سكنه حلو. لا لا باخذ له سكنه، لا باخذ له سكن وبيعه، لان مو عندي السكن هذا. الثعلب الابيض مو موجود عندي. روحي 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 روحي، لا يضيع. المشكله الحيوان الاسطوري ما تقدر تثبت عليه ال اسرع. لا يهرب لا يهرب لا يهرب لا يهرب لا يهرب لا يهرب. وخرجت بومبا من بيضتها. وين هو؟ وين؟ شوف شوف شوف. حلو حلو، ابي ابي عينه ابي عينه ابي عينه. خلنا ناخذ السكن بسرعه، لان السكن هذا مو عندي فما بياخذ من عينه. فمثل ما انتم عارفين اني انا احاول اجمع سكنات الحيوانات جميعها، نبيعها على القص وبعدين نشتريها. يلا سرعة 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 الثعلب، نروح ناخذ العينات من الثعلب الاحمر. وين راح؟ شوف طريقه. وين هذا؟ هو هذا هو. تعال يا حبيبي صايدك، انا ما تشوفني قاعد اتبعك. حلو، الحين خلينا هم ثعلب. حلو، الحين نكمل نروح نبحث عن القوارض، وباخر شيء عاد نفتح الكتب ونشوف شنو جمعنا شنو ما جمعنا. بس انا ابي شنو؟ ابي اللي كانه فار كبير في له مكان معين. والخفافيش، الخفافيش تحصلونهم بالكهوف طبعا، بس احنا ما نبي الخفافيش اكيد. فحلو، خلينا نكمل نروح الجهة هذه.
طبعا انا طولت وانا قاعد العب، بس انتم تشوفون بالمونتاج انه في كات على قولتهم، نقص كثير. يعني ممكن اسجل مقطع مدته ساعتين او ثلاث واطلع منه 20 دقيقة بس، تخيلوا بس 20 دقيقة هو الهدف، بس يكون المقطع طويل، يعني يكون مقطع ساعتين ثلاث. هذا اغلب اليوتيوبر يسوون الطريقه هذه، يصور وياخذ اللي ياخذ الزبده على قولتهم. هذا ما اخذت منه عينه، لا هذا هذا الا في ناس ممكن ما يعرف مونتاج، ما يعرف يسوي، يسجل ويرفع اليوتيوب على طول على طول. اما اللي يسوي مونتاج لا، لازم يقص، لازم يسوي ياخذ الزبده على قولتهم. بعدها نروح للحظيرة ناخذ الخروف وناخذ البقر ونشوف عاد الزبدة شنو جمعنا شنو ما جمعنا. احنا نبي الغوارض، الغوارض نحصلها في الأمكنة هذه، هذه أمكنتها. تحصلونهم هني شكلهم صغير صعبة، يعني لازم تركز. شايفينه يدخن، هذا هو. لا لا هذه البطة، هذا هو، ها هذول هم. شنو هذا؟ لا سنجاب. احنا نبي الفيران، هذا شايفينه كان نفس اللي كان نفس اللي صدته قبل شوي صح؟ فهذول هذه امكنتهم، تحصلهم عند الانهر عند البحيرات الصغيرة. البطل للاسف ما يصير، يلا 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 باي يو ار فري. يلا خروف الحظيرة، ناخذ من الخروف والبقر والتيس كلهم هناك نحصلهم. الله الجو والله مطرت. تحصلون بعد الثعلب، تعرفون الثعالب انواع والخروف انواع والقزال انواع. حلو، ما راح اكثر منهم، باخذ ثنتين ثنتين بس، ها لان عندنا هدف. انا اصعد اخدر البقر على ما واخذ طق هذا. لا ينحاش التيس، التيس لا. حلو حلو، بعد هذا هذه البقرة، هذه البقرة هذه اخر اخر واحدة. البقرة يا بقرة، ضربت الرجال والله. ما راح اسوي لهم ريفايف، ها باخذ العينات واهرب لان ما عندي وقت، خاف يجون الحين يسالوني يقول انت ايش قاعد تسوي. خلهم هم بعد شوي يصحون من كيفهم. يلا اخر واحد اخر واحد. خذيت لي بقره واحده بس، ها بحاول اصيد الثانيه. اهرب اهرب يا روز، هذه البقره الثانيه جابها الله. خلنا نلحق وراها اسرع، جو الشرطه. بوليس از كامينج، بوليس از كامينج. بليز از كومينج. يلا خلنا 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 بسرعه. سويت ريفايف ما ادري، يلا عادي عادي، يلا تستاهل تستاهل بجرتنا. يلا 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 يلا, يلا.
اهرب 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 خلينا نضيعهم بعدها نرجع نشوف شنو جمعنا شنو ما جمعنا كم عينة عندي لان هذا تقريبا ثاني يوم انا قاعد اجمع عينات الحين ابي اروح ابيع العينات جمعت عينات كثيرة بس ما ادري هل اكتمل الكتاب ولا لا بصراحة ماني فاهم الكتاب 100% بس ان شاء الله يكون اكتمل عموما خلونا نشوف الكتاب اول نشوف شنو اللي ما اكتمل شوفوا هذا 5 من 11 4 5 8 عندنا تقريبا اكثر شيء اللي جمعناه اللي هو هذا شايفين شايفين كم واحدة ثنتين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان ثمان صح فخلونا نروح نبيع اللي عندي كلهم والله واضح انها فرحانة واضح انها مو متضايقة اليوم حلو ببيع واحدة واحدة حلو خلينا نبيع لها ببيع واحدة واحدة مو ثنتين واحدة والله جمعت عينات الأرض يومين تقريبا وانا قاعد اجمع شوف يومين مو ساعة ولا ساعتين يومين وما ادري كم راح يطلع معاكم المقطع ممكن يطلع 20 دقيقة نص ساعة ما ادري ولكن الوقت اللي انا لعبته يومين وكل يوم تقريبا من ساعتين الى 3 ساعات وانا قاعد اجمع عينات فخلونا نشوف الكتب ان شاء الله اني جمعت كتاب اتمنى هذا 10 هذا 11 ما كمل الكتاب فابي اروح ابيع بعد ابي ابيع كل اللي عندي بشوف شنو يطلع معي خلونا نبيع كل شيء بعت كل اللي عندي ممكن بعت 50 عينة ممكن تعرفون اللي خليت الوظيفة خليتها عشوائي خلنا ناخذ الوردة هذه انا مو فاهم الكتاب بس اللي عارفه يبون انواع الحيوانات فانا قلت ابي اللي قدامي اجيبه فان شاء الله اني حصلت كتاب اتمنى واذا ما حصلت ممكن افهمها بالمقطع الجاي لاني ما تعمقتها كثير بيني وبينكم فان شاء الله اني حصلت كتاب ان شاء الله البيعه الاولى ما حصلت ولا البيعة الثانية شوفوا الكتاب ما اكتمل حاولت اسويها عشوائي للاسف ما ضبطت فلازم ان نخطط على واحدة فايش رايكم نكمل هذه عندنا الذيب وعندنا هذول الاثنين ايش رايكم نجيبهم خلاص انا بركز على هذا الكتاب ايش رايكم يلا ان شاء الله نجيبه ونعرف امكنتهم وين بالضبط عموما في موقع للطبيعة وموقع للكوليكتر الكوليكتر يبين لك الكنوز ويبين لك هم اماكن يبين لك اماكن الحيوانات بعد يعني خاص بالكوليكتر والطبيعه فشيء حلو اذا ضيعت حيوان لان في بعض الحيوانات تكون مزعجه في بعض الحيوانات تكون صيدتهم صعبة ترى ما هي سهلة أبد فأنا بحط لكم رابط بالوصف فيه الموقع مال الكوليكتر ومال الطبيعة إذا تحبون التحدي بينك وبين نفسك تتحدى نفسك وتبحث جرب نفسي حسيت إن ما ضبطت معك لا خلاص روح للموقع حاول تصيدهم فأنا صراحة تعبت دورت بس 3 ما حصلتهم لحد الحين فإن شاء الله راح نطلعهم اليوم بإذن الله في ديب المفروض يكون في المنطقة هذه وأتمنى يهجم علي ويقطعني إربا إربا ومن ثم آخذ عينة منه ولكن للأسف واضح أن الذيب جبان ما بيطلع ما يواجهني لا
يعني انا مشيت مسافه طويله عشان التقي فيه، ولكن للاسف الذيب الجبان. وينك يا الذيب؟ بس مكان جميل حق تخييم والله. لو ابو حسن يجي هني، هذا هو هذا هو هذا هو هذا الذيب. اتمنى يكون هو اللي ببالي. راحوا راحوا للمسكين، شو راحوا للمسكين. تعالوا انا هني انا هني يا حبايبي، شوف انقضوا عليه. خلنا ناخذ من هذا عينه بس بعدين نلحق وراهم. انا جاي خصيصا للذيب هذا، للمنطقه هذه. حيوان اسطوري، يس. ناخذ عينة اول، ناخذ عينة. والله الجاية طلعت تسوى، طلعت تسوى تسوى يا اصدقاء، والله جاية تسوى. شايفين الذئاب رجعوا، بس خلونا على الحيوان الاسطوري. شنو هو؟ هذا شكله ما مر علي، فلازم اني اقتله واخذ السكن ماله. تبي اقول لكم شغلة اصدمكم ولا لا؟ الله، لا عندي سكن منه هذا. تبي اصدمكم ولا لا؟ شفتوا الثعلب الاسطوري اللي صدته؟ طفيت اللعبه وشغلتها ونسيت لا ابيع السكن. نبي عينه، نبي عينه. عينه ولا سكن؟ والله انا ما ادري يا اخي، ماخذ السكن هذا ولا مو ماخذه؟ ما ماني متاكد. اي ماخذه، هذا حق روز السكن الحلو صح؟ تعال خلنا اقتلك، تعال. بعوض فيك السكن اللي راح. بس والله ماني متاكد انه هو، ممكن يكون مو هو اللي عندي، ممكن يكون مشابه له. ممكن يكون مشابه له، ماني متاكد لان السكن حلو فما ابي اغامر. حلو حلو حلو، تعال تعال. الذيب 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 الذيب. الله جابك. تايد ها؟ تايد الذيب صاير قوي علي ها؟ فشنو صار؟ خليني اقول لكم شنو صار. اللي صار بكل اختصار وبكل شفافية، أنا أتوقع إني صايدة من قبل، أتمنى مو صايدة، أتمنى. الموضوع وباختصار، أنا صدت الثعلب الأسطوري، حلو؟ دق علي واحد من اصدقائي، قال لي انا عندك تحت بالبيت. حلو، قلت له اوكي. قال تعال انزل خلنا نقعد لنا نص ساعه ساعه. قلت اوكي. لا لا بعينه بعينه. خلص المخدر، يا الله خلص المخدر يا حسافه. المهم فشنو قال لي؟ قال لي انزل عندي نص ساعة وبعدين كمل اللعب. قلت اوكي، بطفي اللعبة واطلع. تخيل بدون شعور طفيتها ونزلت. بعد ما شغلت اللعبة واتذكر الثعلب الاسطوري، خروح للقص، بعدين نروح للطبيعة نبيع عليها الذيب نشوف يحسب لي ولا لا، بعدين ناخذ منها المخدر ونكمل. فبعد ما شغلت اللعبة تذكرت اني ما بعت الجلد. قلت والله حسافة. فخلونا نرجع نروح نبيع السكن ونجيب مخدر ونكمل شغلنا، نشوف الحيوانات الثانية. ايش رايكم؟ رايكم من رايي. يلا. هاي ربعك ابو حسن. خلونا نبيع هذا. اتمنى اتمنى امنية ان هذا غير المختلف عن اللي عندي، اتمنى يعني. Please take a look. Oh, excellent quality. All right, let's have a look see. Oh, excellent quality. اسمه تشالك او تشالك هورن رامبلت. شوفه، اتمنى ما يكون، اتمنى يكون مختلف عن اللي عندي. لان اللي عندي اسطوري الابيض ابو قرون بيض رهيب. اللي عندي هذا بوريكم اياه. اللي عندي هذا شايفينه؟
اي والله هو، اي والله نفسه. شوف هو اللي اسمه تشولك هورن كوت. عندي، شوفوا الاشكال اللي عندي بوريكم. بس حسافه الثعلب الاسطوري راح علي، هذا اللي صدته بالمقطع اللي طاف، وهذا من عندي من زمان صراحه. حلوين هذولي، شيء فخم، شيء مرتب. عموما ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله اذا الله اعطانا عمر، لبسنا بالشتويه الجاي راح يكون هذا الجاكيت. شوفوا ايه، شوف شيء فخم. ها لو البسها الحين تختنق من الحر. يلا سيو جاس، يلا خروح الحين للمعقده نشتري منها طلق مخدر ونكمل على الحيوانات الثانيه. ايش رايكم؟ يلا تكفى لا تقول لي في بايدك دم وانا شفتك وماني عارف ايش، وانت ذبحت الحيوانات وانت عديم الانسانيه وانت ضد حقوق الحيوان. اتمنى ما تقول لي الكلام هذا كله. عموما خليني اروح اخذ لي شاور، ممكن يكون في بايدي دم. شو تقول هي؟ معصبه، تقول اشم رائحه دم في ايدك. شوف شكت فيني الكلبة. I know what you've been doing. I have no interest in any of this. والله شكلها زعلانة. يا رب 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 يا رب. الحمد لله. يلا اشتري اشتري كله كله كله. If only these were in all guns. Note the impact will kill small creatures. So use your ammunition. Animal revive. يلا. الحين خلونا نبيع لها العينه ونشوف حسبت لي الذيب ولا لا، لان الذيب حسب المواقع اللي تقول انه بالمنطقه اللي انا صدته فيه، فان شاء الله انه يكون هو ان شاء الله اللي هو هذا. هو شوفوا اسمه تيمبر وولف سيمبل، خلينا نبيعه ونبيع هذا. فالحين المفروض ان حسبت لي 12، فباقي لي ثنتين المفروض، والله اعلم. خلينا نشوف. حسب شوفوا الحين لازم نطلع هذول الاثنين. هذا نفس الفصيل اللي انا صدته الاسطوري، فصعب اني اخذ من عينه واعطيها ختولي. ونجيب هذا. يلا خلينا نروح نبحث عنهم ونجيبها لها. يلا ننظف الحين باقي لنا بس اثنين. مثل ما قلت لكم الذيب راح يكون فوق بالاجبال. حلو، خلونا الحين نروح نكمل ونجيب المتبقي من الكتاب، لان هدفنا اليوم هو شنو؟ هدفنا الكتاب، ناخذ 1000 اكس بي. حلو بس متعب والله، انا ما ابي اكذب عليكم، لا والله متعب الكتاب، حيل متعب بعد. وين اختفى؟ حلو بس هو له قرون صغيره، مو قرونه مو كبيره مثل هذا. اتوقع ان هذا شوف اسمه شنو. لا ما هو، مو هذا اللي انا بيه. خلنا ناخذ، ايش خسرانين؟ هو المفروض يكون في المنطقة هذه، شايفين؟ هني هذه دياره. بعدها ندور عاد الاخير هذاك ابو قرون. ابو قرون شكله راح يكون صعب. ان شاء الله هذولي، ان شاء الله هذولي. والله شكله هذا هو، تصدقون؟ ابو قرن انا سميته. لا لا تدعمه. انا سميته ابو قرن ونص. ليش سميته ابو قرن ونص؟ لانه في قرن طويل وقرن عادي، فاطلقنا عليه لقب ابو قرن ونص. فخلونا ناخذ من عينه، ماني متاكد انه يكون هو، بس شوفوا اسمه، اسمه بايورن شيب. بايورن شيب، شوفوا مو
براين مثل ما قلت انا بايرون شيب هذا هو 90% انه يكون هو 90% مو 100% حلو. شوفوا حسب لي من الحقيبه خلوا يصير ثاني بعد انا شفت ثاني معاه خويه زوجته صديقها ولد عمه ما ادري شو الموضوع بس خلنا نصيده تعال هذا لا لا دقيقه دقيقه هذا شنو حلو اتوقع اني لقيته خلونا الحين نبحث عن الاخير اللي هو اللي هو هذا وقف اللي هو هذا شوف صدته هي يس صدق اني تعبت بس يس الحين نبي اخر واحد اللي هو هذا شوفوا قرونه لازم نجيبه ليش سميته ابو قرن ونص شوف القرن هذاك طويل وهذا طالع نص فسميته ابو قرن ونص الحين نبي اخر واحد هذا لانه مو مبين اسمه شنو فان شاء الله راح نجيبه ونجيب الكتاب كامل وناخذ 1000 اكس بي الامانه راح اسويها بس مره واحده ما راح اسويها ثاني مره لانها فعلا متعبه وخلاص واحده اتوقع اناف يعني كافيه انك تستمتع فيها بعدها خلاص ما اتوقع انك راح تسويها ثاني مره يلا نبحث عن ثاني ابو قرون ابو قرون عملاقه يلا هذا هو هوب شايفينهم ويس 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 الحين عرفنا مكانهم انت بس تعرف مكانهم مره واحده راح يكونون ايزي بس الموضوع شو تعرف مكانهم فشوفوا بس اخذ عينه ان شاء الله يحسب لي الكتاب على طول بعدها نروح ل يس جبت الكتاب كامل صحيح الحين بس عموما هل راح تحسب لي كتاب كامل وتعطيني ال 1000 اكس بي ولا لاني بعت مره واحده خلاص ما تحسب لي ما ادري عموما اني جمعت الكتاب كله فاخروح لها ونبيع لها وناخذ ال 1000 اكس بي حلو هذا ابو قرون ولقينا يلا الحين نروح على لا خلنا نتاكد اول لا اي لا لا تو ناقص دقيقة يس الحين بس ابي هذول اللي راح تعطيني الختم لو تلاحظون ما عندهم ختم هذول الاثنين ما عندهم ختم يمين معناته انه ما اكتملوا فبس ابيعهم راح تعطيني الختم والمفروض تعطيني 1000 اكس بي المفروض يعني ف لا تجيت ستارتد الى البنت المعقدة وين مكانها بس اقرب 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 واحدة لنا اللي هي المستنقع طبعا مكاني المفضل فاخروح لها يلا بس لا تقول لي انا قاعد اشم رائحه دم في يدك وما عارف ايش يلا رامبو 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 اشم رائحه دم في يدك تتوقعون ما هيني ما هي موجوده خل نروح ناخذ شاور ونرجع لها نحصلها ان شاء الله ما اتوقع ان تصيدني يعني حتى لو خليت شاور والله مو موجوده شكلها مزرقه ها خروح نروح نرجع نحصلها ان شاء الله رجعت خلوني بوريكم شغله خل وكل الخيل اول سحبت عليه لا تضحك تضحك تمام تضحك كل الامور تمام عموما خلونا نشوف الاكس بي كم الاكس بي عندنا اللي وظيفة الطبيعة خمستاعش يعني خمستاعش والف اكس بي تخيلوا خمستاعش والف اكس بي والحين ببيع عينات راح اخذ اكس بي بعد good to see you. Hi, good to see you. Okay. What do you propose? Good to see you too. You've been busy. Wow. I miss you. حلو الحين نطلع خلاص ونشوف كم عندي اكس بي لاني هذا يعتبر اول بيعه لي بالكتاب اول بيعه فنشوف كم اول شيء نشوف الكتاب
الحين الكتاب صار ختم فوق، شايفينه ختم كبير خلاص، معناته الحين اني اقدر ابيعه. مكتوب تريد ان، فخلونا نطلع ونروح للاكس بي ونروح للرولز، بعدين نشوف عندنا 1505، معناته راح يكون عندنا الحين ليفل 505 زائد 2000 زائد 1500، يعني راح يكون عندنا ليفل 16505 اكس بي، ليفل 16505 اكس بي. حلو، يلا نروح نبيع الكتاب الحين. الحين نبيع، نسوي التريد اللي هي علامة الاكس. خلاص الحين اطلع، اعطاني 140 طبعا، و1000 اكس بي و1000 اكس بي و50 للطبيعة و50، يعني اكس بيات حلوة بصراحة. فخلونا نشوف الحين كم كم عندي اكس بي لوظيفة الطبيعة. فالمفروض يكون 16 و505 اكس بي، 16 ليفل 555 لاني خليت اكس بي زياده، بعد اعطوني 10 10 فصاروا 655. يس والله، والله صدق تعبتني شوي، بس الحمد لله ان جبنا الكتاب. الكتاب مثل ما قلت ممتع ومتعب في نفس الوقت. وهني اكون وصلت لنهايه المقطع، شكرا لكم على المشاهده، ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمه. السلام عليكم. حبيبي مضيع انت، شايفك هني، هذا اول مره اشوفه هني، هذا شايفه هني، هذا حبيبي انت شايفك هني حبيبي، هذا اول مره، انا اول مره اشوفه هني. خليك خليك، خلي التماسيح ياكلونك. يا الحيوانات ما دام تخاف.